وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون على 3 اتفاقيات ضمن ضمان تتعلق بقروض ممنوحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتوجه هذه القروض لكل من المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمبلغ إجمالي يقدر ب 300 مليون يورو. وتندرج هذه الاتفاقيات وفق بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لمواكبة المقاولات والمؤسسات العمومية في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا من خلال حشد التمويل لتلبية احتياجاتها المالية.